السلام عليكم خواتنا، ان شاء الله راكم بيان. انا راني الحمد لله. كاين واحد السوجي بالخف نحكوا فيه اللي هو الباك. اليوم الريزولطا، حبيت نخاطب الفئه اللي حتجيب 59، حيعطوا لها الباك 59 كما في القرار الرئاسي. ما تخلي حتى واحد يهبط لك المورال. اصبرنا ندير لك صياغه اخرى للجمله. ما تخلي حتى طحان يهبط لك المورال باسكو جبت 59 من الاخر. باسكو دوك يخرجوا هاد اللعيبه دوني نشوف فيهم في لي كومونتير، طاح النيفو، ما هذا المستوى؟ طاح النيفو، طاح النيفو. سي كوم سي حنا في 2016 النيفو كانوا نخدموا في السواريخ 2015 وكاع. كون ما جيتش قريت معاكم في هذيك لابيريود نأمنكم. بصح ما انتم كنتوا عباد فاشلين لا بليبار. كاين هاد الفئه قاريه وعباد اذكياء في راسهم، مي الباقيه كاع كانوا عاديين في راسهم، ما اذكياء بزاف ما اغبياء. ما كانش بنادم في 2014 كان يخدم في السواريخ بالباك تاعو باش يجي يسبك دوكا ويطيح لك المورال من الاخر. عطاوك الباك بزوج، يا لو كان بزوج اديه واسكت، اديه روح روح راه ما تعاودش تفهم. ربحت ربحت ما يهمنيش شريكي، ما يهمنيش فري، ما يهمنيش. ربحت الباك، يا لو كان اديه بزيرو شريكي ربحت الباك. انت ما تدخلش روحك فيا، انت غادك الحال، انت راك لاكلاتك حاجه سي بوزك دير هكا. وبون كوراج واللي ما جابوش خالتي والله الباك ماشي كاع ريفيرونس. باش نقول لك انا جبت الباك في 2016، وحنا مام في 2016 وكانوا اكزيستيو هاد اللعيبات. 2016 يجي يقول لك عاودوا لكم الباك باسكو عاودوه هنا على جال غيش، خرجوا لي سوجي يقول لك انتوما ماشي نيفو عاودوا لكم الباك ما تخدموش. شوف القرار هذا انا ما دخلنيش فيه، انا شتيوبي تنهضر على بالي دوك بزاف ناس يجي يقولوا لك كونتر يوبي وكونتر يوبي. انا يوبي خويا ما يديرهاش بيناتنا الباك 59. ما قري هو عنده الراي تاعو انا عندي الراي تاعي، بقاو صحابو نضحكوا الاز. راك شايف كيفا واش نقول لكم؟ هذا القرار ماشي التلميذ اللي داروا تسمى حبسوا ما تضحكيو في التلميذ مسكين في لي كومونتير تقولوا له انت غبي وما عندكش نيفو وصدقوا عليك الباك. هذا القرار جاء من الفوق، هو ناض الصباح لقاه كيما حنا كاع. تسمى خطا لو كان نلوموه، هذا هو الغباء. الغباء ماشي كي تجيب الباك بزوج ولا ما تجيبش الباك ولا تجيب الباك بتسعة ونص. غباء كي تبقى تطاكي في الناس بلا سبب، هذا هو الغباء. الله ينعل التخمام تاع الشكب هذا. Are you suffering? Broke. يعني مبروك بصح ما تثقبوليش عيني. ليكيب الحالة راهي مبلعة، فجأة تغلقت وشت الديباناج راهم لهيه ان شاء الله برك ما يكونوش مجماعة الباك باسكو شت بزاف مناورات خطيرة وصراو بزاف مداعش اليوم فيها ان شاء الله فيها خير. الله ربي يجيب الخير خالتي. اكسيدون اكسيدون ان شاء الله برك ما يجي يسحب الباك. سبحان الله حسيت شتها تغلقت والله غير حسيت باللي كاينة حاجة. ربي يجيب الخير برك باسكو راهي مغلوقه راهم بزاف في المداش وندعي يا ربي ما تصاش كارثه.